راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا. اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 28 يناير عام 2021. برنامجنا بيشتمل على نشره الاخبار وبرامج اخرى متفرقه، ولكن في البدايه هنقدم لكم نشره الاخبار واليكم عناوينها. استمرار الاحتجاجات وإغلاق الطرق في الخرطوم واشتباكات بين الشرطة والجيش في محطة وقود بمدني. اقتحام مقرات لجنة التمكين في بورسودان والخرطوم، ووزارة الإعلام تعلن السماح بسفر الصحفيين الأجانب إلى الجنينة. الوساطة الجنوبية تعلن بدء تنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية في اتفاقية سلام جوبا. وزارة الصحة تعلن عن تسجيل 7 وفيات و72 إصابة بكورونا وتناشد المواطنين الالتزام بالإرشادات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. وقعت أمس الأربعاء اشتباكات بين الشرطة والجيش داخل مدينة واد مدني، مما أدى لوقوع عدد من حالات الإصابة. وقالت مصادر لراديو دبنجا إنه سبب الاشتباكات خلافات داخل طرمبة وقود الطريفي المعروفة في واد مدني. وزار الدكتور عبد الله إدريس الكنين والي ولاية الجزيرة يرافقه اللواء شرطة إبراهيم أحمد شمين مدير شرطة ولاية الجزيرة، والعميد خطاب علي مزمل قائد الفرقة الأولى مشاة، والعميد شرطة جمال عبد الوهاب المصابين. وأعلن والي الجزيرة عن تكوين لجنة تحقيق مشتركة للوقوف على أسباب الاحتكاكات، وأكد الوالي استقرار الأوضاع الأمنية بالولاية. تواصلت التظاهرات وإغلاق الطرق في عدد من أحياء ولاية الخرطوم احتجاجا على الأوضاع المعيشية. وقالت لجان المقاومة الشعبية إن الشاب مهيت آدم توفي دهسا أمس بواسطة عربة سوداء بدون لوحات في شارع المعونة ولازت العربة بالفرار. من جانبها قالت لجان مقاومة جبل أولياء أن شرطة الاحتياط المركزي في جبل أولياء اعتدت على المحتجين وضربتهم بالسياط والخراطيم في تفتيش جبل أولياء. أعلنت وزارة الثقافة والإعلام في بيان لها السماح للصحفيين الأجانب ومراسلي المؤسسات الصحفية الأجنبية اعتبارا من أمس الأربعاء بالسفر لكل مناطق دارفور بما فيها مدينة الجنينة. وأوضحت أن قرار منع السفر كان يخص مدينة الجنينة ويتعلق بالصحفيين الأجانب ومراسلي المؤسسات الإعلامية الأجنبية الذين تقدموا بطلب للذهاب إليها. ونوهت أن القرار صدر حسب تقدير السلطات المحلية بولاية غرب دارفور. وقالت الوزارة إن إدارة الإعلام الخارجي هي الجهة المسؤولة عن إصدار زونات السفر. وقالت إنها بدأت التنسيق مع الاستخبارات العسكرية بعد تعرض بعض الصحفيين لمصاعب في التنقل في الفشقة، مما حدا بالوزارة أن تطلب من الاستخبارات إصدار خطاب لتسهيل حركة الصحفيين في المنطقة. نفى مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة تقييد أو منع الإعلام من الوصول لدارفور، وأكدت أن الاستخبارات العسكرية لم تمنع السفر لأي جهة بالسودان، كما لم ترد إليها شكوى أو لغيرها. وأكدت القوات المسلحة والاستخبارات العسكرية التزامها بتسهيل وصول الصحفيين وحركتهم إلى مناطق التوترات، بل مرافقتهم إن استدعى الوضع الأمني، موفرة لهم الحماية مع حرية التنقل غير المشروط. وكانت شبكة الصحفيين أصدرت بيان استنكرت فيه ما وصفته بالتدخل السافر للمؤسسة العسكرية في العمل الإعلامي وتحديد وتقييد حركة الصحفيين والمراسلين، ونوهت إلى منع إدارة الاستخبارات العسكرية سفر عدد من الصحفيين والإعلاميين إلى دارفور بذريعة تدهور أوضاع الإقليم الأمنية، واعتبرت الخطوة استهدافا للحريات. شهدت مدينتا القضارف وبورسودان وقفات احتجاجية مناوئة لقرار لجنة إزالة التمكين واقتحاما لمقراتها أمس الأربعاء على خلفية حجز حسابات إيلة في بورسودان واسترداد أراضي زراعية في محلية البطانة، فيما واصل مناصرو إيلة إغلاق طريق الخرطوم بورسودان لليوم الثاني، مما أدى لمعاناة كبيرة وسط المسافرين. من جانبها أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير ولجان المقاومة بولاية البحر الأحمر تأييدهم ومساندتهم لقرارات لجنة إزالة التمكين.
وندد تنسيقية قوى الحرية والتغيير بالبحر الأحمر بما وصفته بالهجمة المزعورة التي يقودها أزيال النظام البائد ضد قرارات لجنة التمكين الأخيرة. من جانبها أدانت لجان المقاومة والسودان ووصفته بالمجموعات المتفلتة التي تدعم رئيس الوزراء المخلوع، منددة بتعطيل مصالح الدولة بقفل الطريق القومي العقبة. وطلبت والي ولاية البحر الأحمر بفرض هيبة الدولة والحفاظ على مكتسبات الثورة. نظم مواطنون من محلية البطانة أمس الأربعاء وقف احتجاجي أمام الأمان العام للحكومة، مطالبين بإلغاء قرار استرداد أراضي زراعية في المحلية، وسلم المشاركون في الموكب مذكرة تحمل مطالبهم لوالي الولاية، واقتحم المحتجون مقر لجنة إزالة التمكين بالولاية. تواصل اعتصام القبائل العربية في الجنانة لليوم الرابع على التوالي أمس الأربعاء، وزار مقر الاعتصام وفد من اللجنة الأمنية للولاية برئاسة اللواء النور بشير النور قائد الفرقة 15 للقوات المسلحة الذي أشاد بالاعتصامات والمطالبة السلمية للحقوق، وأكد سلمية اعتصام الجنانة نافيا وجود سلاح، ووعد برفع المذكرة إلى الجهات العليا ومحاولة معالجة المطالب التي تقع تحت اختصاصه. وأضاف اللواء النور بشير النور قائد الفرقة 15 للقوات المسلحة: يوعد بخصوص المذكرة يا الأهل يا الأخوان، هذه المذكرة يمكن أكون مطلبكم، ونحن حنحملها وحنرفعها لأعلى مستوى حتى تتخذ فيها الإجراءات اللازمة. هناك بعض الأشياء من جانبنا نحن كأجهزة أمنية ولجنة أمن في الولاية يجب أن نتخذ فيها قراراتنا، من واجبنا هنعمل بها. أي مطلب أعلى مننا نؤكد لكم بوجود الأخوان في اللجنة العليا لهذا الاعتصام، متابعة هذا الأمر إن شاء الله للربع على أعلى مستوى حتى إن شاء الله تلقوا النتائج الطيبة بإذن الله تعالى بتطبيقها. وفي شمال دارفور كشفت تنسيقية قوى الحرية والتغيير بمحلية كتم عن التردي الأمني والخدمي الكبير والغياب الإداري في المحلية، بجانب عدم توفر الدقيق المدعوم والوقود. وقال يحيى الخمس القيادي في قوى الحرية والتغيير لراديو دبانجا إن وفد من التنسيقية التقى أمس والي ولاية شمال دارفور محمد حسن عربي وتباحث معه حول تردي الجانب الأمني في المحلية والاعتداءات المتكررة بشكل يومي من قبل الميليشيات على المناطق الشمالية والغربية من المحلية، وحول المعسكرات خاصة أثناء خروج النازحين لجلب الحطب والقش. وأضاف يحيى الخمس في هذا الخصوص: هنالك انهيار تام في الجانب الأمني، لأن هنالك اعتداءات متكررة من قبل الميليشيات وخاصة في المناطق الشمالية والمناطق الغربية والمناطق حول المعسكرات، لأن الاعتداءات قد بتم بشكل يومي بالنسبة للنازيين اللي بيخرجوا في الأماكن الخارجية من أجل جلب الحطب والقش. وهذه المسألة أصبحت خطيرة، وطالبنا الوالي بأنه يكون في توفير قوة أمنية كبيرة على الأقل بدك لحماية المدنيين، وإضافة لذلك برضو موضوع مخرب ستاليلويت، لأن حسب الترتيب اللي تم انه بستلين سوف تغادر في الايام الجايه بشكل نهائي في محليه كتم، ولذلك طالبناه بانه لابد ان يكون في قوه تحمي هذا المخر، اضافه لذلك في الاسراف في تشكيل القوى المشتركه من اجل حمايه المدنيين. فهذه المسائل تم نقاشها بصوره واضحه جدا. وحول المطالب التي قدمت قال يحيى إن التنسيقية طلبت الوالي بتوفير قوة أمنية كبيرة لحماية المدنيين، وأشار إلى مطالبتهم بتوفير قوة لحماية مقر بعثة اليونمت التي ستغادر خلال الأيام المقبلة والإسراء في تشكيل قوات حماية المدنيين. كما ناقش الاجتماع غياب الإداريين في معلية كتم التي تتكون من 3 وحدات وتضم 7 إدارات أهلية، وأوضح إن المحلية تدار من قبل مدير تنفيذي وثلاثة ضباط إداريين يعملون بالتناوب، وقال إن الوالي وعد بزيادة عدد الضباط. وأضاف يحيى الخمس القيادي في قوى الحرية والتغيير بمحلية كتم: التقينا أيضا بالسيد الوالي وناقشنا المسائل المتعلقة بالمحلية وخاصة المسائل الإدارية، لأن هنالك غياب تام جدا بالنسبة للإداريين على مستوى محلية كتم، لأن هذه محلية كبيرة وفيه 3 وحدات إدارية، إضافة لذلك السئة الجغرافية الكبيرة المتمثل في 7 إدارات أهلية. المشكلة إنه المحلية ده الآن ما فيه استقرار إداري، لأنه
يعمل فقط بمدير تنفيذي واحد واثنين من الضباط الاداريين، وديل ذاته في الفتره الفات قديم بيعملوا بالتنوع، عشان كده هنا من ضمن المسائل الاساسيه اللي خلانا هنا بعدك برضه نتحرك ونجي نتكلم مع الوالي بشكل رسمي انه على الاقل بيتم انه رفع الارض الضباط الاداريين الموجود في المحليه، ووعدنا الوالي انه هذا المساله سوف يتم حله في وقت قريب. وصل للخرطوم هذا الأسبوع ضابط من قوات الجيش الشعبي من جنوب السودان لمباشرة المهام الموكلة بآلية الترتيبات الأمنية ووقف إطلاق النار في دارفور والمنطقتين النيل الأزرق وجنوب كردفان وفقا لاتفاق جوبا للسلام. وقدم فريق وساطة سلام جوبا برئاسة ديومو توك لوزير الدفاع السوداني في اجتماع بالخرطوم أمس أسماء ضباط من الجيش الشعبي للإشراف على الآليات الخاصة بالترتيبات الأمنية. وقال ديومو توك في هذا الخصوص أن الضباط اتفقوا على تسمية كبار الضباط من الحركات الدارفورية التي ستشارك في لجان الآلية العسكرية المختلفة، سواء كان في اللجنة العسكرية العليا أو لجنة وقف إطلاق النار الدائم أو اللجان التحتية. طالب حزب الأمة القومي بضرورة أن يسبق تشكيل الحكومة الاتفاق على برنامجها وجداوله الزمنية، شريطة أن يكون البرنامج محددا دون ترحل ولا فضفاضا يصعب تحقيقه. وقال الحزب بعد أن قرر المشاركة في كافة هياكل السلطة الانتقالية وأنه يطرح برنامجا رشيقا قابل للتنفيذ ويعمل على معالجة الضائقة المعيشية كأولوية قصوى. وقال أن يتم اختيار الوزراء الأكفاء والأكثر تأهيلا لتنفيذه. وطلب الحزب في بيان لمكتبه السياسي بسرعة استكمال كافة هياكل السلطة الانتقالية كحزمة واحدة غير مجزأة وفقا لمصفوفة زمنية لا يتعدى مداها 40 يوما، بما في ذلك المجلس التشريعي والمفوضي ومجلس القضاء العالي والمحكمة الدستورية وإعادة تشكيل مجلسي السيادة والوزراء. وصلت عائشة موسى عضو مجلس السيادة الانتقالي إلى مدينة عبر بولاية نهر النيل أمس الأربعاء على رأس وفد نسائي في زيارة تستغرق يوما واحدا دعما للحكم المدني ولوالي الولاية أمن المكي. وقال بدر الدين حسين القيادي في تنسيقية قوى الحرية والتغيير بعبر لراديو تبنغا إن الوفد ضم قيادات نسوية في قوى الحرية والتغيير والتجمع النسائي منسم. وأوضح أن الوفد قام بزيارة عدد من أسر الشهداء بمدينة عبرة إلى جانب عقد لقاءات مع منظمات المجتمع المدني بالمدينة. وأضاف بدر الدين حسين لراديو تبنغا من مدينة عبرة بولاية نهر النيل: الليلة في زيارة السيدة عائشة موسى عضو مجلس السيادة مع وفد من نساء الحرية والتغيير وتجمع النسائي منسم، هم جايين لزيارة في مضمونة دعم الحكم المدني ودعم الوالي المدني، قاموا بعدة زيارات لأسر الشهداء. الخبر الأخير في النشرة: كشف وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 72 حالة إصابة جديدة وسبع وفيات وتعافي 256 حالة يوم الثلاثاء. وقالت الوزارة في تقريرها الوبائي أن نسبة الإيجابية بلغت 2% وأن العدد التراكمي للإصابات بلغ 26671 والوفيات 1760 وتعافي 20936. وتم تسجيل حالات الإصابة في 8 ولايات من بينها الخرطوم والجزيرة والبحر الأحمر وشمال كردفان. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنغا، وإلى اللقاء. Thank you.